السلام عليكم احسن عائله في اليوتيوب، كنتمنى تكونوا بخير وبالف خير. كنبغي نشكركم على الدعم ديالكم، على لي كومونتير الزوين اللي كتخليو، على التفاعل ديالكم. واليوم على فامي قررنا باش نهضروا لكم على لي زافونتاج، الايجابيات ديال انك تجي عن طريق فيزا سياحه، ومن تماك تحاول تقلب على دي زوفر دومبلوا او لا تشوف لي زوبورتونيتي، تشوف واش تقدر فريمون تحصل على اوفر دومبلوا او لا شونجي بوغ ان بيرمي ديتود باش تقلب على بيرمي دو ترافاي. القضيه راه ما سهلاش ولكن راها ممكنه. كاين بزاف ديال الناس اللي جاوا هنايا عن طريق السياحه ومن تماك قلبوها، سوا داروا عقد عمل وشونجوها بوغ ان بيرمي دو ترافاي، او لا داروا خداو لادميسيون وشونجوها بوغ ان بيرمي ديتود. هادشي علاش باش نسول الوضعيه، كاينين دو بوسيبيليتي، سوا اني ندفع البيرمي دو ترافاي وهكا غادي تكون عندي لا بوسيبيليتي اني فاش نسالي عامين ندفع في لو بروغرام ديكسبيريونس كيبيكواز وناخذ الاقامه الدائمه. ثاني حاجه هو اننا نجيو ونقلبوا على ايكول ولا كوليج ناخذ فيه لا دوموند دادميسيون، ومن تما كنبدا ناخذ سيرتيفيكا دو بلاسمون غارونتي ليتر اكسبليكاتيف وندفعها بوغ ان بيرمي ديتود. وهكا في كلتا الحالتين غادي تكون مزيانه. ولكن الفرق فين كاين؟ هو انه فاش كتجي عن طريق الدراسه لازم تكون عندك اكثر من 35000 دولار في الكونت ديالك باش تقدر تبرهن وتقنع الحكومه على انك ملي غتسالي الدراسه ديالك غادي ترجع للبلاد ديالك اللي هو المغرب او الجزائر. اما فيما يخص عقود عمل كتكون التكلفه ديالها شويه مناسبه وعندك لا بوسيبيليتي انك تلقى عقود عمل. و بور تروفي هاد لي زوفر دومبلوا كاينين دو شوا، كاينين دو اوبسيون، سوا تقلب على لي زوفر دومبلوا انت راسك توجد بليزيوغ موديل دو سي في وتوجد ليتر دو موتيفاسيون وتشمر على كتافك توجد ليه الساكادو وتولي عايش جوال غادي وكتدور وكتسالي ليا وكتقلب ليا على لي زوفر دومبلوا وكتدور، حيت لي زوفر دومبلوا كاينين برا مونريال. كاع الناس اللي عرفتهم جاو هنايا ومشاو لتخوا ريفيار او لا سانت هياسانت او لا غرينبي او لا برومونفيل قدروا يتوفقوا ويلقاو عقود عمل. اما الناس اللي بقاو في الميتروبول باقيين شهرين وباقي الى يومنا هذا كيقلبوا وما قدروش يتوفقوا في الحصول على عقود عمل. وكنبغي نقولها مرارا وتكرارا، باش نحصلوا على عقود عمل او لا بيرمي ديتود هادشي راه حنا كنديروا غير السبب، وكنزيد ناكدها على انه كيبقى توفيق من الله سبحانه وتعالى. دابا غادي تسول ليوس وغتقول لي كيفاش غندير باش نلقى عقود عمل. باش تلقى عقود عمل نعم اسي خصك تخرج برا مونريال، وباش تخرج برا مونريال خاصك تمشي ديبلاصا في البيس او لا تشري طوموبيله ب 50 دولار وتوجد بليزيوغ موديل دو سي في وتبدا الدور. فين غادي تبدا الدور؟ غادي تبدا الدور في لي بارك اندستريال، غادي تبدا تقلب في الانترنت وغادير اون ليست، اون ليست ديال كاع الشركات اللي ممكن تمشي وتلقى فيهم دي زوفر دومبلوا، وهكا غادي تمشي عندهم وتحط سي في وغادي تبوستولي وغادوموندي لو ديريكتور ولا لا ديريكتيس ديال غوسوغ تيمان، وغادي تهضر معاها وغادي تقنعها بانك نتايا باغي تخدم وانك انت هو لومبلوي ايديال اللي كيقلبوا عليهم. حيت لو سكري خص تعرف على ان هاد الناس اللي غتمشي عندهم راه ما كيعرفوش الكونسلتون، باغيين واحد يكون عنده سواء عنده عقد عمل او لا عنده ريزيدونس بيرمانون. ولكن انت خصك تقنعو وتسهل لي الامور، تقول لي شوف انا راه كنعرف كونسلتون راه غادي يمشي غيدير معايا كل شيء وانا غنكون اوبيراسيونيل معاك دون 3 4 موا بحال هكا. علاش؟ حيت لي بروسيدور كتاخذ من 3 شهور حتى ل 5 شهور. انت قول لي فوالا انا ما غنكونش اوبيراسيونيل دابا دابا، ولكن بغيت تكبر عليا 4 موا ولا 5 موا يخرج لي البيرمي نجي نخدم معاك، ولكن انا راه باغي نخدم معاك بوغ اون لونغ دوغي. خاص تعرف كيفاش تقنعو، ولا بقيتي معايا حتى الاخر ديال الفيديو غندوز لورديناتور غنوريك لي سيت فين تقدر تلقى لي زوفر دومبلوا، وهكا غادي تكثر من الحظوظ انك تلقى اوفر دومبلوا وانك تبقى وتحول بيرمي ديتود ديالك او تحول فيزا سياحه الى بيرمي دو ترافاي او لا بيرمي ديتود. وهذا الشيء راه سي بوسيبل، راه ممكن وماشي سهله صعيبه، ولكن الا كان عندك ديبلوم عندك فورماسيون مزيانه عندك الفرنسي مزيانه راه ممكن تقدر تحصل على عقود عمل فابور. وثاني حاجه غادي نقول لك، الا كنت ناوي تجي هنايا لكندا حاول دير واحد الفورماسيون تحت منك ديال الكويزيني. علاش؟ حيت لي ريستورون ديال الفاست فود كيخدموا بزاف، دونك دير واحد لا فورماسيون اون لين ديال لا كويزين، وهادي غادي تساعدك باش تقلب على لي زوفر دومبلوا ماشي غير في الدومين ديالك، غتقدر تلقى حتى في دوت دومين. يعني انت خدام مثلا في الانفورماتيك بغيتي تجينا تقلب على راسك دير ديبلوم ديال لا كويزين، وهكا غتكثر من الحظوظ ديالك وغتبوستولي
في الدومين ديال الانفورماتيك وغتسبونسوري في الدومين ديال الريستوراسيون، وهكا غتضرب عصفورين بحجر واحد. دونك ندوزو ليتاب الثانيه، ليتس جو. بالنسبه للي سيت ديال لي زوفر دومبلوا، فين نقدروا نلقاو لي زومبلوا ولي زومبلوايور؟ غنبداو بالسيت الاول اللي ديما كنهضر عليه، هو نمبر 1، رقم 1 في البحث عن عقود عمل، هو غيشي دومبلوا. هانتوما كتبان لكم 152,000 عقد عمل في كندا وفي بزاف ديال المقاطعات، وحبيت نشير الانتباه ديالكم لانه عقود العمل اللي هما انغلوفون اكثر بكثير من عقود العمل اللي هما فرانكوفون، حيت المقاطعات اللي كيهضروا الفرنسيه هما جوج، نوفو برونزويك وكيبيك اوفيسيلمون، لي زوتر مقاطعات اللي كاملين كيهضروا بالانغلوفون. دونك السيت الاول ديال الغوشيرش دومبلوا هو غيشي دومبلوا. السيت الثاني ديال لا غوشيرش دومبلوا هو وورك بوليس، هذا هو دوزيام سيت. وهاد لي سيت كاملين ما تخافوا ما تدهشوا، غنخلي لكم في صندوق الوصف واحد بواحد، وهكا غتقدروا تلقاو لي زوفر دومبلوا في الميناج، غتلقاو لي زوفر دومبلوا في الريستوراسيون، وغتلقاو لي زوفر دومبلوا كوم طرافاي جورنالي، وحتى في الخدمه في الدومين ديال التخصص ديالكم. دونك هادو هما لي بوست لي كنسيبلي. الوغ لي بوست ا سيبلي ريستوراسيون فاست فود، جينيرال نخدمو في لي زوزين، اونتروتيان ميناجي، كاع الخدامي اللي ما كيديرهمش لي كيبيكوا جينيرالمون، يعني الخدامي العامه. هضرنا على غيشي دومبلوا، على وورك بوليس. سيت تالت هو مونستر، هذا راه ديجا شرحت لكم كيفاش نقدروا نلقاو فيه. هنا كيقول لك كيفاش تيليشارجي السي في ديالك، لي زوفر دومبلوا فاليد، وغيبان لك لي زوفر دومبلوا اللي كاينين اون انترناسيونال. دونك هذا هو السيت التالت ديال لو ريكروتمون. السيت الرابع هو انديد، وهاد لو سيت بزاف ديال خوتنا المغاربه لقاو فيه دي زوفر دومبلوا، فين في درومونفيل، في كيبيك سيتي، غرامبي، وفي لي زوتر فيل. فوتو عليكم مونريال والميتروبول حيت ما فيه ما يدار. دونك هادو هما لي سيت. غندوزو للسيت الخامس اللي هو جوب إيليكو. هادو راه الناس اللي كيتفرجوا فيها ميم من كندا يقدروا ياكدوا لكم على ان هاد لي سيت ديال الغوكريتمون معترف بهم ومضمونين مليون في المية، وغادي يساعدوك باش تلقى عقود عمل. ولا قلتي لي انا كندفع مرارا وتكرارا، خاص تعرف انه كاين مشكل في السي في او لا ليتر دو موتيفاسيون او لا في الطريقه اللي كتدفع فيها. واخر حاجه، اخر احتمال هو انك ما توفقش، حيت هادشي كامل كيبقى توفيق من الله سبحانه وتعالى، وحنا كنديروا السبب. دونك غنمشيو للجوب ايليكو، هذا حتى هو كما قلت لكم كيلقاو فيه لي زوفر دومبلوا بزاف. واخر طريقه اللي غنهضر لكم عليها دابا من بعد هي لي زاجونس دو ريكروتمون. انا كنجي لجوجل كنكتب اجونس دو ريكروتمون انترناسيونال مونريال، وكيطلعوا ليا تالونتيك، ار سي اي، سيرفيس دو ريكروتمون، هادو كاملين دي اجونس دي ريكروتمون، راه كاين بزاف منهم. وهانتوما كتلقاو بيرو افوني مون رويال ري ليو باريسو. انا الا كنت جاي هنا سياحه كنفضل انك تمشي لهاد لي اجونس دو ريكروتمون، حيت هادو الا مشيتي عندهم غتكون مضمون 100%، وغتيفيتي عليك لي زارناكور والنصابه وهادوك اللي كيبقاو ينصبوا على بنادم بدي سيت ديال الغوكريتمون، وكتلقاه هو كاين في فرنسا اولا في الكوت ديفوار، وكيتسنى منك تفيرسي ليه هذيك لا سوم دارجون باش يتكى عليك ويكرمك. الطريقه الثانيه باش تقدروا تحصلوا على عقود عمل هي انك تقلب على لا ليست ديال لي زاجونس دو ريكروتمون، لي كونسيي اللي كيلقاو لك دي بيرمي دو ترافاي، وهكا غتكون عندك اون دوزيام اوكازيون. ماشي غير الطريقه الاولى اللي كتقلب انت راسك وهاز ساكادو فوق كتافك وغادي كدور. الطريقه الثانيه كتقلب على كونسيي، كتقلب على اجونس دو ريكروتمون، كياخذوا منك واحد البورسونتاج، ولكن راه غادي يساعدوك باش تلقى عقود عمل. علاش لي اجونس دو ريكروتمون؟ حيت لي اجونس عندهم ديجا دي كونتاكت مع بزاف ديال لي زامبلويور، وانت الا كنتي عندك الحرفه وعندك كنتي يد عامله متمرسه، هاد لي اجونس غادي يلقاو لك دي كونتاكت وغادي تمشي تهضر مع لومبلويور ديريكتومون. وانا شخصيا عرفت واحد الصديق اللي جا هضر مع اون اجونس اللي ما بغاش يقول لي السميه ديالها، قال لي حتى ينجح البروجي ديالي، ودابا حاليا راه غادي في لي بروسيدور باش ياخذ لو ام تي، وراه ساعدات هاد لاجونس باش يقدر يتوفق ويلقى اوفر دومبلوا في الدومين دو كويزين. هادشي علاش نتوما الا كنتي بيان سور مهتم وكنتي كتقلب وكتقاتل باش تهاجر لكندا، راه هاد الفيديو راه ليك. سينو
ممكن تبارطاجيه مع اون بيرسون لي انتريسي وهكا غيكثر من الحظوظ ديالو باش يهاجر لكندا، حيت جوسكا بريزون مازال الحلم الكندي ومازال عندك لا بوسيبيليتي انك تقلب ستاتيو سواء البيرمي ديتود او البيرمي ترافاي حتى لو 25 ولا لو 28 فيفري 2025. هادشي علاش خص تعرف على انه دفعتي ديجا مرارا وتكرارا كاع لي بروغرام ما جابت الله، خاصك تحاول تجرب تجي عن طريق فيزا توريست، تضرب واحد الدويره تشوف لو مارشي دومبلو كيفاش داير، تشوف كندا كيفاش دايره، تقلب على ليكول اللي بغيتي، تقلب على لومبلوي اللي بغيتي، وهكا غتكثر من الحظوظ ديالك. جاب الله وكان داك الشيء كان هذاك التوفيق من الله سبحانه وتعالى وتيسرتي وقدرتي تحصل على عقد عمل، سي باغفي مزيان. ما توفقتيش ما سي با لا فان دي موند، ربما تقدر توفق المره الجايه. هادشي علاش اخوتي نتوما اللي كتقولوا لي انا راه كندفع ميرال وتكرا ما جابش الله التيسير، خاص تعرف على انه يقدر يكون عندك مشكل في السي في لا ليت دو موتيفاسيون او الطريقه اللي كتواصل بها. هادشي علاش ما بغيتكمش ديموتيفاو، بغيتكم ديما تبقاو متفائلين، بغيتكم ديما تبقاو فرحانين وتبقاو ديما ايجابيين، حيت ضروري غادي تجي الفرصه حتى لعندك وضروري غادي توفق وتحصل الوضعيه وتسول الوضعيه ديالك. هادشي علاش ما تنساش بيان سور تابونا معنا في لاشين باش لافامي تكبر، وتخلي لي ان كومونتير باش تشجعني نبقى في لاشين ونستمر في البارطاج ديال الجديد، وديما الموتيفاسيون ديما الكوراج، وكنحييكم من كندا.